مرحبا بحضراتكم من جديد في برنامج السادسة. والحقيقة قبل ما استقبل ضيوفي في الاستوديو، عايزة بس اقول حاجة، انه زي ما قلنا في اول الحلقة، انه زي ما احنا دايما بنطلب من الجمهور ان هو يساند النادي الاهلي ويقف جنبه، احنا كمان حق الجمهور علينا ان احنا نوصل صوته ونرد على اي حد بيتطاول على الكيان الكبير العظيم اللي اسمه الاهلي. النادي الاهلي اكبر من كل الناس اللي بتتكلم عليه دي، اعلاميين مش اعلاميين، قنوات مش قنوات، النادي الاهلي اعرق كيان في الكرة المصرية. واكبر دليل ان خسارة ماتش واحد بعد ما كسبانين يعني 20 ماتش ما خسرناش ماتش، كشفت كل الاقنعة دي وعملت كل ده. الغريب ان الاعلاميين دول فجأة قرروا مرة واحدة ان هم يهاجموا النادي وادارة النادي بنفس السكريبت، سكريبت متوزع صح. شابوه ابراهيم، شابوه سيف، الحقيقة يستاهلوا كلمة شابوه فعلا، لان السكريبت اتوزع صح. لحد دلوقتي النادي الاهلي بالارقام أنجح نادي في مصر في الموسم ده. النادي الأهلي لما بيبقى فارق بنقطة واحدة بس بنبقى عارفين إن احنا خدنا الدوري، ما بالك بقى لو الفرق 17 نقطة؟ لا ده احنا نروح نجيب الكاس ونحطه في دولاب البطولات من دلوقتي، لأن احنا والخصم عارفين كويس قوي إن الأهلي لما بيركب الدوري ما بينزلش، على عكس الفرق المنافسة لو متصدرين بيبقوا مرعوبين إن الأهلي ممكن يرجع وياخد الدوري. وبصراحة عندهم حق، لان هو ده اللي بيحصل، هو ده النادي الاهلي بيعرف يرجع ويعرف يكسب الدوري. والسنه اللي فاتت الحقيقه خير دليل، السنه اللي فاتت مش بعيده. احنا مدركين الحقيقه، كلنا فاهمين ده كويس قوي، والجمهور ذكي قوي وعارف وفاهم ده كويس قوي، ان اللي بيحصل ده هدفه تشتيت الفرقه، وان يكون في مشاكل بين اداره النادي الاهلي والجمهور. واحنا داخلين على وقت مهم وحاسم، عندنا سيمي فاينل افريقيا. واكبر دليل على ده ان الاتهام اللي موجهينه لواحد من اكتر اللعيبه اللي عندها شعبيه جماهيريه في الاهلي المحترم كابتن وليد سليمان، لمجرد انه راح يزور كابتن عبد الشافي الخلوق، اللاعب النجم الكبير، اتنين من اكبر النجوم في الكره المصريه. عبد الشافي الحقيقه شفناه كابتن ازاي بيقابله بابتسامه، وازاي المقابله كانت لطيفه جدا ومثال في الاخلاق والروح الرياضيه، ولا كان في اي مشكله. بس الكلام الغريب لازم يطلع ويتقال، اي كلام، اي اتهامات لمجرد تشتيت كابتن وليد سليمان، لمجرد تشتيت كيان عظيم اسمه النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بتتكلموا على صفقات ومش عارف يحافظ على صفقاته والكلام ده، النادي الاهلي بيتمسك بكل لعيبته لاخر لحظه، بس في نفس الوقت في نظام ان الفريق ده يكون متماسك ومتكامل، فهو مش هيدخل في مزايدات على لعيبه هي اصلا مش متمسكه بفرق فريق النادي الاهلي ولا جمهور النادي الاهلي. اللي ما اشتراش الاهلي ورغبته الرحيل يمشي. الاهلي ما بيقفش على حد، ودايما بنقولها. عايزه اقول بس ان جمهور الاهلي عارف امتى يشد على فرقته، وامتى يقول ان في اخطاء، وامتى يساندها. هم عارفين كويس قوي ان ده وقت الدعم، وده اكتر وقت الفريق محتاجه.